مرحبا، كيف كنت؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير يا رب، وخلص العيد ينعاد عليكم. بهذا الفيديو حابه احكي لكم عن ارباح من اليوتيوب. بس قبل ما احكي لكم عن ارباح من اليوتيوب، اول شيء اذا بلشتوا تتابعوني عن جديد ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب، واذا حبيتوا الفيديو تعملوا لايك وشير، وبتمنى تحضروا الفيديو للاخر بدون ما تعملوا سكيب. مهم انه لنحقق ارباحنا من اليوتيوب عنا شروط. اول شغلة لازم نفكر فيها هي نختار موضوع مهم لقناتنا، يعني الموضوع بده يكون مفيد، علمي، بده يكون كوميدي، يعني بدنا نفتش على المواضيع اللي بتجذب اكتر شي العالم. صراحة انا نقيت موضوع كل عمري عندي شغف فيه، وهو السياحة، السفر، العادات، التقاليد تبع البلدان الجديدة. انا كتير بحب اتعلم واعرف هيدي القصص. وبما انه تزوجت تركي ونقلت على تركيا عن جديد، يعني صار لي سنتين ونص تقريبا بتركيا، وعم بتعلم كتير من عاداتهم وكتير من اشياء بهالبلد. وكمان من بعد ما انا جيت وصارت مشاكل بلبنان، صار في عدد كتير من الناس صار يسألني رهف كيف العيشة بتركيا، الاقامات، الاشغال، المدارس، القصص. فاذا حابين تعرفوا جواب هيدي الاسئلة رح تلاقوه بقناتي، عاملة فيديوهات عن كل شيء بيخطر ببالكم. واذا شي موضوع فتشتوا عليه وما لقيتوه، يا ريت تقترحوه علي، بركي بقدر فيتكم واعمل فيديو عنه من خلال خبرتي. وهلا لنرجع لموضوعنا الاساسي، ارباح من اليوتيوب. ارباح من اليوتيوب لنحققها عنا شروط. اول شرط هو انه يكون عنا 1000 سبسكرايبر، يعني 1000 مشترك بالقناة. من بعد ما يصير عنا 1000 مشترك بالقناة، بيبعتوا لكم اليوتيوب على ايميلكم انه مبروك، انتم حققتوا شرط من الشروط المهمة لتحقيق الارباح. وتاني اهم شرط هو انه تحققوا 4000 ساعة. لازم تنزلوا شيء اسمه يوتيوب ستوديو. على اليوتيوب ستوديو بتقدروا تعرفوا كم ساعة صار عندكم حضور، يعني مشاهدة، كم ساعة مشاهدة صارت العالم حاضرة. فتاني شرط لازم تحققوا 4000 ساعة مشاهدة. من بعد ما تحققوا 4000 ساعة مشاهدة، لازم تربطوا حسابكم بحساب ادسنس، عشان كل شيء بيصير بيجيكم بيجي على حسابكم على البنك. بس في شغلة مهمة، انه حساب الارباح هو شغلة كتير صعبة، منا هينة ابدا لتجيبوا ارباح من اليوتيوب، لانه لازم على القليلة تجيبوا 1000 مشاهدة على كل فيديو مثلا. وما في شيء ثابت، وما في شيء معين للارباح من اليوتيوب. يعني ممكن مثلا فيديو يجيب 5000 مشاهدة يجيب لك نص دولار، وممكن فيديو يجيب 1000 مشاهدة يجيب لك 3 أو 4 دولار. فعشو بيعتمد نجاح الفيديو؟ مش نجاح الفيديو، عشو بيعتمد الربح هيدا الفيديو؟ اول شي بيعتمد على انه العالم تحضر الفيديو كامل بدون ما تعمل سكيب لا للدعايات، ولا للفيديو تعمل سكيب وتحضر اشياء معينة، ولا انه ما تحضره كله، تحضر مثلا يكون هو الفيديو 10 دقايق وتحضر هي مثلا دقيقتين منه. لازم المشاهد يحضر الفيديو كله للاخر عشان ينجح هيدا الفيديو ويعمل ارباح. وكمان شغلة تانية انه بتعتمد على العالم من وين عم تحضرك. مثلا اذا عم يحضروك لبنان، سوريا، فلسطين، تركيا، هول نسبة المشاهدة تعيتهم، هول نسبة المشاهدة تعيتهم ارباح كتير واطية. اما اذا عم يحضروك من دبي، من الكويت، من قطر، من امريكا، من استراليا، اهم شيء اهم البلدان هن كندا واستراليا، اكثر شيء ارباحهم عاليه. فكمان هيدي الشغله للاسف عنها تمييز فيها، انه في بلدان اذا حضروك منها نسبه ارباحها اعلى من بلدان تانية. لهالسبب ما المهم طول الفيديو، لانه اوقات في فيديو بيكون مدته 2 أو 3 دقايق بجيب نسبه مشاهدات اعلى بكتير من فيديو طوله 10 و15 دقيقة، وكمان بيجيب أرباح أكتر. يعني ممكن يجيب 10 دولار مثلا هذا الفيديو، أما هداك الفيديو يجيب نص دولار. إذا بس يتحققوا معنا هول الشرطين، بنقدم قناتنا للمراجعة، بنبعت إيميل لليوتيوب، واليوتيوب يا بيرفض يا بيقبل. في حال تم القبول بدنا نشتغل على الفيديوهات لنجمع ربح 20 دولار على الفيديوهات.
بس نجمع 20 دولار بيبعث لنا يوتيوب شفرة على البيت، بس ندخل هيدي الشفرة بصير فينا نربط حسابنا بحساب البنك ونقبض كل المصاري بإيدنا. وكمان بس ننزل فيديوهات يوتيوب بحق انه يرفض اي فيديو ممكن نحن ننزله له بسبب حقوق النشر، يعني بنكون مقدمين فيديو بقلبه حقوق نشر لقناه اخرى، لمحطات اخرى، مثلا نحن اخذين فيديو من عندهم منزلينه عنا، او اخذين غنيه عليها حقوق نشر وحاطينها نحن عنا بقلب الفيديو، مثل ما صار معي انا اول ما كنت نزل فيديوهات ما كنت اعرف انه في قصه حقوق نشر وهيك، فكانت الفيديوهات يعملوا لي عليها بلوك، يعني هيدي غير قابله انه اربح عليها، في اتركها على القناه بس ما بيتم انه ربح عليها. كمان في عنا شغله كثير مهمه لازم ننتبه منها، هي نقرات غير شرعيه. شو يعني نقرات غير شرعيه؟ يعني انا بفوت من حسابي على اليوتيوب بصير بحضر انا فيديوهات وبعمل لايك لحالي وبعمل كومنتات لحالي وبدعم حالي ويلا وهي وبلع ساعات مشاهده ولايكات كومنتات، هيدي كلها ممنوعه. ومش بس هيك، مش بس انه ما بتنحسب ارباح على هيدي القناه، لا، القناه كلها بتتسكر وبتنلغى، ببطل عندكم هيدي القناه، فانتبهوا من هيدي الشغله كثير منيح. فيا حبايبي قصه اليوتيوب هي قصه كثير صعبه، بتمنى منكم كتير تدعموني وكتير تعملوا لي لايكات وتعملوا لي كومنت، لانه كل لايك وكل كومنت بتعملوا الفيديو تاعي بيترفع، وبس يترفع بصير في عالم اكتر يقدر يشاهدوا هيدا الفيديو، بصير بيجيني مشاهدات اكتر على هيدا الفيديو، وبعتقد انه انا بستحق انه يجيني مشاهدات كتير، لانه فعلا عم بتعب على كل فيديو بقدم لكم اياه. انتوا بتشوفوه 5 6 دقائق او 10 دقائق، بس انا بكون شغله عليه 4 5 6 ساعات، واوقات بكون شغله عليه كذا يوم مع المونتاج مع التصوير مع عجلة الاولاد وهيك، لاقدم لكم احلى شيء. بتمنى منكم دعمي كثير، وهلا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. بتمنى منكم اذا وصلتوا لهون تكتبوا لي بالكومنتس انتم بهيدي القناه اللي عم تتابعوني شو ناطرين مني بالفيديوهات، تكتبوا لي بالكومنتس، لانه صراحه انا كان موضوعي بهيدي القناه انه فيد العالم من خبرتي بتركيا وهيك، بس شفت انه الفيديوهات لما نزلها عن اشياء عم بحكي فيها عن اشياء مهمه بهيدي القناه ما عم تجيب مشاهده، اما لما احكي عن حياتي وزوجتي التركي وهيك بتضرب الفيديوهات. فخبروني انتم بالكومنتس شو ناطرين مني، وبتمنى لكم يوم سعيد وبقول لكم جود شروس.